أخبار اليوم. لقاء حصري لبوابة أخبار اليوم، كان لنا لقاء النهاردة مع الحاج أحمد شبرا أو الخال شبرا زي ما بيسموه هنا في شبرا، أحد مؤسسي ورواد والوايت نايتس نارد. رحب بحضرتك بوابة أخبار اليوم. والله مرحب بيك ونورت شبرا ونورتونا كلنا. والله حاج أحمد، في البداية عايزين نتكلم عن الوايت نايتس. امبارح كان فيه الأحداث للألترس الأهلاوي، طبعا مصر كلها عرفت وتكلمنا عنها والتهديدات والشتائم اللي حصلت. ايه رأي ألترس أهلاوي وايه الرد اللي هيكون عندهم؟ والله حتة اللي حصل مثلا امبارح بالنسبة لجروب ألترس أهلاوي، انه الذكرى بتاعتهم الرابعة، فهم كانوا في التتش هناك، وهو طبعا يعني اخواتهم واصحابهم ماتوا وكده، فدي حاجة مزعلاهم طبعا ان اخواتهم رايحين يشجعوا الكيان بتاعهم فماتوا كده وربنا افتكرهم. فهم طبعا يعني اذا كانوا هم يعني حصل اي حاجه منهم فده شيء بيبقى غصب عنهم، يعني شعور طبعا بالفراق وكده. فاذا كان حصل اي تجاوزات فدي يعني احنا نعذرهم برضو ان اخواتهم. فيعني احنا طبعا بنقول احنا طبعا يعني الجيش بتاعنا في ناس منهم بيموتوا في سيناء وبيستشهدوا ضد الإرهاب، وبرضو إذا كانت ناس ماتت هنا في ناس برضو بتموت هنا من الداخلية أو من الجيش طبعا عشان خاطر بلدنا. فدي حاجة احنا يعني نلتمس لهم العذر ليهم طبعا، واحنا بنقول يعني احنا كلنا عايشين في وطن واحد وبلد واحد، فلازم كلنا نخاف على البلد. وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تبقى يعني هتشوفوا طفرة جديدة بالنسبة لجروبات الألترس، إن بلازم دي رقم واحد إن هم بيخافوا عليها.